السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لما تيجي تحط الماتيريال نيم أو تحط الماتيريال تاج من انوتيت، تقول له إن أنا عايز أحط الماتيريال تاج، بتلاقي في بعض الحاجات بيطلع لك علامة استفهام بالشكل دوت. طيب ليه؟ خلينا نفهم. لو أنا عملت سيلكت كده على ديت وقلت له إيديت فاميلي على الماتيريال تاج، هشوفه بيقرأ إيه. ممكن يكون بيقرأ حاجة غلط، هو هنا بيقرأ الماتيريال ديسكريبشن. طيب الماتيريال ديسكريبشن ممكن تيجي هنا تقول لا، خليها الماتيريال نيم، لان الماتيريال ديسكريبشن ممكن يكون هو مش كاتب الوصف، بس اكيد هو كاتب الاسم. وبعد كده تقول له حمل فيبدأ يظهر لك الاسم بتاع الماتيريال.